هلو هلو هلو، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه مزيانه الحمد لله. دونك كنا في الفيديو اللي فاتت كنا دوينا على عمليه التعرق وحرق الدهون كيفاش كتسم. دونك اليوم غادي نهضروا على هاد الدهون فين كيمشيو ملي كيتحرقوا. دابور غنعرفو الدهون اشنا هما. دونك الدهون هما عباره عن كربون. هذاك الكربون باش يتفكك ويخرج من الجسم ضروري ما يدخل الاكسجين، حيت الاكسجين هو اللي كيفككو. الناس ديال الفيزيك راه يكونوا فاهمين هادشي. ملي كيدخل الاكسجين للجسم كيفكك الكربون وكيحولو الى ثنائي اكسيد الكربون اللي كيخرج من الجسم على طريق التنفس، يعني الزفير. هذاك الشيء علاش ملي كنكونوا كنديروا سبور اولا ملي تشوفوا الناس اللي كيفهموا شويه في السبور كيبقى يقول لك ها فين تنفس، ها فين تخرج النفس، سوفلي ايتترا. خاصنا نعرفوا انه كل ما زاد الاكسجين اللي داخل الجسم ديالنا بواحد الكميه كبيره جراء هذيك الانشطه الرياضيه اللي كنكونوا نديروا، كل ما كيتفكك الكربون اللي هو دهون كيتفكك الثنائي اكسيد الكربون وكيخرج من لوكور بسرعه اكثر. دونك ملي كنكونو كنديرو سبور اي سورتو كارديو، حنا وحنا كنديرو سبور كنزيدو لاكتيفيتي ديالنا فيزيك، مي اون ميم طون ما نساوش لا ريسبيراسيون. ديما ندخل لو ماكسيموم ديال الاكسجين ا مون كور اي جو سوفل دائما من الفم ديالي باش تزاد عمليه تفكيك الدهون كثر ونتخلصو منها اكثر وبسرعه اكبر. انا تكلمت على الكارديو ولكن ما نساوش ان حتى الميسكولاسيون حتى هي كتخليك تحرق الدهون في جوج مراحل. اولا المرحله الاولى ملي كنكونوا نديروا التمارين كنحرقوا الدهون لان لاكتيفيتي فيزيك كتزاد، باردون، دونك لا ميم بروسيدور. زائد في مرحله الاستشفاء العضلي لو روبو ملي كنكون ناعسه كنكون نحرق اكثر في الدهون ديالي. هادشي علاش ديما كنصح الناس يديروا ميسكولاسيون والكارديو حتى هو لانهم بجوج مهمين. جيسبر المواضيع تكون كتفيدكم. الى عندكم اي تساؤل او اي حاجه بغيتوا تقولوها خليوها ليا في الكومونتير. ما تنساوش تتابعوني في الفيسبوك ديالي، انستغرام، سناب شات، انا غادي نخلي لكم في لا بار دانفو. اي تهلاو في راسكم اي اون سو ريتروف بور اون نوفيل فيديو ان شاء الله.